يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من علم الحق من العلماء المعتبرين ثم خالفه إلى فتاوى أناس تطفلوا على الفتوى يعتبر متخذا لهم أربابا؟ ما في شك، إذا كان أنه يعلم أنهم على خطأ وروج أقوالهم لغرض من الأغراض، إما لطمع وإما لطمس الحق وإما لمراغمة أهل الحق، فلا شك أنه اتخذهم أربابا. نعم.